بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا تكلم الناس في المهد وكهلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك
وتبلى. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على والدتك في المهد وتكلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة التوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما ولبص بإذني وإن تخرج الموت قالوا
قال الحاريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحاريون يا عيسى ابن مريم السماء قالت لكم الله السماء قالت لكم الله قالت لكم الله عليك من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا السماء تكون لنا عيدا Oh,
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وإذ قال الله يا قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام فلما تعبت
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز تزيد اللغة القرآنية المباركة قتلها علينا فاضلة القارئ الشيخ سيد احمد حسين الكرو المكيدة هزيم البلد الصوت وضوء ومغاز الفراشة الحديثة الكبرى ركبة تحت ادارة الحج فريد البدوي البكي بمركز ومدينة المعهور اما كل من جاءنا بالاعزاء كان سعيه مشكور